इस इश्क में मर जावा। أنا طلبت الأكل من المطعم فيرات، حالتها العقلية لمامي جي ما أنا مستقرة، وضروري كتير إنه نخلي عيننا عليها كل الوقت. وبعدين هي قصدي يعني إنه أروهي هددتنا إنه رح تعمل مصيبة كبيرة يوم عيد ميلادها لتارا، ممكن تعمل أي شيء كرمال تنتقم منا. لهالسبب بيكون أحسن لنا إذا مندخل مامي جي على المستشفى، لأنه هيك رح يكون أمن مكان لإلها، وبيكون أحسن كمان إذا ما بنعمل حفلة بعيد ميلادها لتارا. معقول؟ شو عم تحكي أنت؟ معقول ما نحتفل بعيد ميلادها للمدام تارا لأنه خايفين من أروهي؟ هذا العيد مرة بالسنة. تماماً، داني معه حق، نحن رح نعمل الحفلة ورح نعملها حفلة كبيرة كتير. صار لنا كذا سنة ما قدرنا نحتفل بعيد ميلادها كل مرة كان يصير معنا مشكلة، بس هاي السنة رح تكون حفلة كبيرة كتير وما حدا رح ينساها. وصحيح أهم شيء رح يصير بهاي الحفلة هو الهدية اللي أنا محضرها لأختي. رح نحتفل بعيد ميلادها، بس بدنا نحط اللي نحن فيه باعتبارنا. خطوة واحدة غلط ممكن تدمر حياتنا، ولهذا السبب ما رح يكون في غير الأهل بالحفلة، ما بدنا حدا غريب. ديب، أنا بعرف إنك خايف من أروهي ترجع تتنكر مرة تانية وترجع تدخل لعنا على البيت، بس ولا يهمك، الشرطة كلها رح تكون موجودة وفي حراسة مشددة، لهيك لا تخاف. انتو لازم تحكوا وتخططوا هلأ كرمال هاي الحفلة، مو كرمال الحراسة. الحفلة لازم تكون ما بتنتسى بغض النظر إذا رح تكون بس للأهل أو للغربة كمان. هاليوم لازم يكون كتير مميز، والمدام تارا ما تنسى كل عمرها. صح مدام تارا؟ حكيت شي غلط؟ وانتي بألف ألف خير مدام تارا. جبت لك باقة هالورد، خليتها ورد أحمر تحديدا، انتي بتحبي اللون الأحمر مو هيك؟ تفضلي. شكرا أستاذ داني، بس عن جد انت كيف عرفت انه انا بحب اللون الأحمر؟ حسيت. واو جارسون، خد هاي رح تطلع حلوة مع الزينة. لأنه في ضيوف كتير ولازم نستقبلهم. كل عام وانت بخير تارا. تارا،
تفضلي هي، كل عام وانتي بألف خير. كل عام وانتي بخير. شكرا، شكرا كتير لألكم. تارا، اليوم طالعة كتير حلوة، بتمنى تكون أيامك كلها حب وسعادة، وعلى طول شوفك عم تضحكي، وبتمنى هالشخص اللي خلاكي تضحكي وسعيدة هالقد يضل معك طول العمر. حلوين مو هيك؟ هي أكيد، الحياة ما لها طعمة بدون حب. منيح اللي اجيتوا لعنا، لازم نجي لأنه كرت الدعوة كان بجنن. كرت الدعوة؟ ايه، بحياتنا ما شفنا هيك كرت غريب من قبل. ايه عن جد، خفنا وقت فتحناه لأول مرة، كان غريب شوي. شو بدكم تضلوا واقفين هون؟ تفضلوا لجوا. شكرا. الكارت غريب لأنه الحفلة رح تكون غريبة كمان. ديب وآروهي، أنا وعدتكن أني رح أعملكن مفاجأة كتير مميزة بيوم عيد ميلادي. عملتلكن مفاجأة غير شكل، لدرجة أنه رح تخلي الأرض تنشق من تحت رجليكن. هدول هن هلأ شو هي القصة؟ أنا اخترت الشخص المناسب كرمال ينفذ هالعملية. أنت اللي رح تقدر تنفذ كل شي بدون ما حدا يشك فيك بالمرة. ديب وآروهي، اليوم رح يصير انفجار كتير كبير بالحفلة، وصواتكن أنتو الاثنين رح توصل لآخر العالم، وهي رح تكون هديتي إلكن، هديتي اللي رح أهديها بمناسبة عيد ميلادي.
مرحبا. يا أهلين تارا، كل عام وانت بخير. كنت بدي أعطيكي بقى ورد كبيرة بس هي مع بنكتي. شكرا كتير، شكرا لأنكم اجيتوا. بيشرفني طبعا. تفضل لجوا. بالإذن ديب، لو سمحت تعال بدي أحكي معك موضوع. تعال ديب. بصراحة أنا ماني عم بفهم شي من اللي عم بيصير معنا. أنا بتذكر إني ما عزمت هدول الضيوف كلهم. أنت عزمتهم شي؟ لا، بس الظاهر إنه في حدا غيرنا عازمهم. معقول كل هالعالم انت اللي عازمهم؟ دقيقة بس، انتم مفكرين انه انا عازم كل هدول الضيوف الموجودين؟ ليكو صح، انا كنت حابب تكون الحفلة كبيرة كتير، بس اكيد مو انا اللي عزمت كل هدول العالم. اصلا ما بعرف مين هن، بس اي حدا من العيلة ممكن يكون هو عازمهم. شوفوا، عاملين حسابهم ومحضرين كل شي بخص الاكل صح؟ واذا ما عندكم مانع رح روح وانبسط بالحفلة انا هلأ. حدا من العيلة؟ جرسون؟ نعم. بدي أسألك، مين اللي طلب هذا الأكل؟ كل التحضيرات اللي صارت هون كانت بأوامر الأستاذ فيرات. فيرات، وبلكي كان فيرات متفق مع تارا؟ لا لا، بهي الطريقة ايه، خليهم مثل بعض، مثل ما بدي انا. شكرا كتير. لا كله تمام، من احلى ما يكون. استاذ مهرة بدي اقلك بعدين، ماشي؟ شوفي ديب، مبين عليك متوتر. قصدي ليش متوتر هالقد وبهيك يوم؟ في شغلة ماني عم أفهمها فيرات، إنه ليش ما خبرتنا بشي من اللي عملته؟ أنت عازم كل هدول العالم وطلبت الطباخين يجوا كمان، على القليلة كان فيك تخبرنا. شو القصة؟ ما في قصة بصراحة. أنا كنت طالب الطباخين يجوا من قبل، كنت مفكر رح نحتفل بعيد ميلاد تارا ونعمل حفلة صغيرة، بس على فكرة أنا متفاجئ مين عازم كل العالم، لأنه أنا ما عزمت حدا. المهم منيح يلي إجوا هالعالم منشان تصير الحفلة حلوة. من غير شي كنا رح نلغي كل الحفلة بسبب أروهي. بس أنت شبك روق، خلينا نفوت ونحتفل، رح ننبسط اليوم. عفوا مدام، اليوم عيد ميلادك صح؟ لهيك المفروض يكون يوم مميز، بس شايفك زعلاني ليش؟ خلص فرديها شوي وضحكي وانسي كل شي وراكي، لأنه هاليوم ما بيجي غير مرة بالسنة. إذا أنت خايفة من أروهي فأنا بقلك إذا بتريدي لا تاكلي هم، لأنه مشددين الحراسة هون نحن كتير، وأنا كمان مفتح عيني وعم بتأكد من الفايتين والطالعين كلهم. لا تخافي. لا مو هيك القصة داني، أنا ماني أكل هم الحراسة، لأنه كل هاي الحراسة ديب وأخي فرات هنن اللي دبروها، وأنا بوثق فيهم كتير بصراحة. بس شو؟ بس ما تكوني متضايقة، لأنه ما قدرنا نروح على راجستان وندور على عيلته لديب مثل ما كنا مفكرين، أو في هيك شي. لا تاكلي هم هالشغلة كمان، بعتت واحد بعرفه يشوف لي شو القصة، وأكيد رح يقدر يعرف شي عن عيلته لديب ويخبرني فورا. وبكل الأحوال ما لازم تفكري كتير بموضوع عيلته لديب، هالرجال العصبي ما بيفكر فيكي. لو إنك تعرفتي علي قبل ما تتعرفي عليه بجوز كانت القصة اختلفت. شبكي، أنا عم بمزح. بجوز أول قسم من حكي غلط، بس القسم الثاني صح، هو رجال عصبي. أهلاً. عم بتضايق صاحبة العيد؟
لا لا، معقول ضايقة؟ وخاصة بوجودك؟ انبسطوا. كل عام وانت بألف خير. شكرا كثير لك هارمان، عن جد أنا انبسطت كثير إنه أنت إجيت. يا ترى إجيت لحالك أو مع سوميا؟ مزبوط، الحقيقة سوميا مشغولة شوي بالبيت. ماني شايفه لديب؟ هو أكيد بيكون مع الضيوف هلأ، تعال رح أعرفك على الكل، تفضل. يلا. لو سمحتوا شيلوا الطواقي وارجونا وجوهكم. إذا بتريدوا شيلوا الطواقي. ما في شيء. يا مدام ورجينا وشك، ما فيك تفوتي بدون ما نشوف وشك. كشفي عن وشها. هربت. روح امسكيها. كأنه هاي قروهي، تأكدي من وشها بسرعة، إذا وشها مثل وش المدام أكيد بتكون هي، رح جيب لك الشرطة. كشفي عن وشها. هاي مانا هي، وحدة تانية. لكان ليش هربتي منا؟ أنا أجيت لهون لأرقص اليوم، وبشتغل رقاصة بالسر عن عائلتي، ما بقدر أكشف عن وجهي. بس يا مدام كانت صارت مشكلة بسببك أنتي. ماشي روحي. تعالي. دايا بس واقف. بعد هي ما في اسم عليها، حاسس في شي غلط. شوف لازم نتأكد من هي. ديب ديب، عم دور عليك وانتي هون. روح شوف المدام تارا، مبين انه هي كتير متوترة وممكن تنهار كمان. تعال خليني شوف. ليش واقف هون؟ روحوا حطوا هي بالغرفة مع باقي الهدايا. يلا. حلوة يا قلبي، يلا نرقص ونغني. شبك مو شايف؟ كنت خلتني وقع بوزي. طب لك أنا جاي ومتحمس كتير على الحفلة. نعمة، هاي مشكلة شباب هذا الجيل، ما بيطلعوا هني عم يمشوا. رو لا تعيط، أنت اللي ضربتني، أنا كنت واقف هون وأنت اللي ما عم تعرف تمشي. كمان عم تحط الحق علي؟ ما لا تخليني أصب وأضربك اللي أكف. هر لك سنانك من وشك. هراك سينك يعني أنا بيطلع وهو عم يمشي وبيفكر منيح قبل ما يحكي، فهمان؟ هراك سينك مستحيل يغلط. هالمرة كمان غلطت، اعترف بغلطك. يخرب بيتك شو حوبة، لك أنت غلطت معي وفوق كل هاد واقف عم تجادلني كمان. يا أنت في براسك مخ ولا لا؟ سوراج هو أكبر منك، حتى لو عمه هو اللي غلط بس ما رح ينقص من قيمتنا إذا اعتذرنا منه. يلا اعتذر منه. شايف يا أخي الفهيم بيريح. تعلم من هاي البنت، تعلم الزوق. أنت ضروري تتدخلي كل مرة؟ رح اسمع منك بما انه اكبر مني بالعمر، بس ليش عم يغلط معي؟ سوراج انت
انتو ليش عم تتقاتلوا؟ ليش بدكن تنزعوا هاليوم الحلو بهيك خناقة؟ مو مشكلة، أنا رح شيل باقي الورود. لا بانكتي، خلص أنا بشيلها. ايه عمو، خلص طول بالك، ما كان حدا قصده شي، عادي بتصير، مو مشكلة. أنا متأكد أنه سوراج قلبه طيب وهو مثل ابنك. المسكين غلط، سامحه إذا بتريد. لك ما نصر لي ساعة عم بحاول أشرح له وهو ما يفهم علي شو أعمل. لك غلطان، اعتذر. كنت عم تشرح لي؟ ما كنت عم تشرح لي، لا كنت عم طايط علي. لك نحن المصارعين منشرح بهاي الطريقة، تعرف شو المصارع ما؟ سوراج اعتذر منه بقى. عمو ماشي، سامحني، بجوز أنا غلطت معك. مو مشكلة، خلص حبيبي، أنت مبين واحد شاطر، هالولد آدم يا. ليك رح لك شغلي، أنت ما لازم تخاف إذا أنت غلطت شي مرة تانية، بس أنت اعتذر حبيبي وبتنحل القصة. الاعتذار هو أدب وأخلاق. حاضر عمو. ممتاز، لا تنسى هذا الشيء. شو بكن ليش واقفين هيك؟ خلينا نفوت ونشرب لنا شي شغلة، لأنه نشف لي ريقي من الحكي. تفضل. يلا لك عمو الورد. أوكي شكرا. يلا. كل عام وانت بألف خير وينعاد عليك بالفرح والسعادة. باي، انت حفلة حلوة كتير. اسمعين. شكرا. صحيح انتو عزمتونا كلنا، بس حتى لبريتو مانا كتير منيحة، لهذا السبب ما قدرت تجي، ولهيك انا حابب اعتذر. لا مو مشكلة. بقدر اقلك شغلة اذا ما عندك مانا؟ بصراحة كرت الدعوة اللي بعتيلنا اياه فاجأني كتير، بس عن جد حبيت النار اللي طالعة من جواته. بالمناسبة انت اليوم طالع أحلى بكتير من هالنار اللي كانت بقلب الكرت بألف ألف مرة. شكراً كتير، هالشي من ذوقك، عن جد انبسط لأنك إجيت. تفضل انبسط بالحفلة. صحيح بريت في وينه؟ هو هنيك. عن إذنك هلأ برجع. شو هذا الكرت اللي بعتينه لكل العالم، لدرجة إنه كل العالم صارت عم تحكي عن هذا الكرت؟ أنا إجيت يا شبيهتي، إجيت كرمال عايدك بعيد ميلادك المزيف يا تارة المزيفة. اليوم صار الوقت المناسب لتدفعوا ثمن كل شيء عملتوه فيني أنتي وديب. أنا وشريكي رح نحتفل بعيد ميلادك بطريقة رح تخلي كل المدينة تحكي فيها. هذا اليوم تحديداً رح يكون تاريخ مميز بالنسبة لكل العالم. Happy birthday to you تارة، كل عام وانتي بخير أروهي، كل عام وأنا بخير. ممكن أخذ هاي الكاسة من بعد إذنك؟ ماشي.
جديلب لهون. أنا لازم شوف ديب وقل له شو شفت هلأ. لازم هالسريع شوفه ديب. شبكي تارا؟ حكيت معك كتير بس لساتك متوترة. ليك داني، ما بعرف بس عن جد حاسسني قلبي إنه رح يصير شي غلط هون، ولهيك أنا قلقانة. كيف ممكن يصير هيك شي؟ واللي ممكن يعمل هيك ما رح يقدر يفوت لهون، وكل شخص فايت وطالع عم يتفتش. ليكي، مركبين كاميرات مراقبة بكل مكان، وكلياتنا منتبهين كتير منيح، وما في أثر لأي شي غلط أبداً. انبسطي بالحفلة. أهان؟ مرحبا. أهلين. كيفك؟ منيح، وأنت كيفك؟ تمام. اجيت لحالك؟ بانكتي كمان اجت معي، بس هي بتكون هلأ ملت، هي مع شي حدا هون. أوكي. عفواً بس إجاني تليفون مهم. شوفك. ألو؟ لوين بيضل يروح كل شوي؟ معقول يكون فرات عم يحكي مع تارا؟ عملنا كل شيء وكله صار جاهز وبمحله. أنا عامل شغلة رح تصدم كل العالم. عشو واقفين عم تتطلعوا؟ الزلمة غايب عن الوعي، جيبوا دكتور. دي بدق للدكتور بسرعة لو سمحت. إجا الدكتور. إذا بتريد تفحصه فوراً. بده نقل على المستشفى بسرعة. هاي كل شي فيه سم. جرسون بسرعة، تعالوا خدوه بسرعة. تارا، كل عام وأنت بألف خير حبيبتي. كل عام وأنت بخير تارا. شكراً لألكم، شكراً كتير لأنكم اجيتوا على الحفلة بالوقت المناسب. كنت مفكرة رح يروح من بين إيدينا، بس هلأ متأكدة أنه رح يمشي الحال. لا تخافي، ما رح يصير له شي. يلا تفضلوا وانبسطوا. أكيد نحن اجينا لهون كرمالنا انبسط، وكمان كرمال نسلي الكل. كل العالم عم يرقصوا هون مثل المجانين، مساكين ما حدا عنده فكرة أنه رح يموت عن قريب. شعلة صغيرة بس ورح تشعل حريقة كبيرة. الليلة 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 يا سمرة يا بريت فراج. شو رأيك بالحفلة؟ بتجنن، حلوة، حبيتها عن جد. خلينا نشرب بهالمناسبة. لا مو نشرب، يعني بالأول خلينا نبلش بالسيجارة. شو رأيك تشرب معي؟ للأسف ما عنا هيك شيء. الجرسون بيلتقى معه. يا جرسون، معك شي سيجارة؟ ايه استاذ. حلو، شكرا. عمو مرحبا. اهلا وسهلا، شلونك؟ انت قريت التحذيرية اللي بيكتبوها على علبة الدخان؟ عمو هذا التحذير بيعني انه الدخان مضر كتير لصحة القلب، ومو بس صحتك انت وكمان صحة العالم يلي بتكون حواليك. لهيك رجع هاي لمحلها لو سمحت. مرحبا عمو. أهلين ابني، وانت كمان في عندك شي بتحب تقوله عن الموضوع اللي حكت عنه هالحلوة؟ اللي قالته صحيح 100%. هلأز اللي عم تحكوا عنه هو من الدخنة مو من هاي النار.
هاي النار اللي بتشعلها رح تشعل فيها السيجارة، والسيجارة رح تطالع دخنة وكل العالم رح يتضايقوا منها، لهيك إذا بتريد طفيها. فيك تعتبر من اليوم وطالع أنا ما أدخن أبداً. منيح، وافقت معكم، شكرا لكم. بتشكرك. وهلا انا رح اقول شيء وانتوا قولوا معي، يلا الكل يقول معي: فلتسقط السيجاره، تحيا الصحه والسلام، تحيا. في شغله ثانيه انت نسيتها عمو، هذا عود الكبريت اللي كبيته ممكن يحرق السجاده كمان، ولهيك اليوم أكيد رح تشعل هالنار. إذا ما اشتعلت هلأ رح تشتعل بعد شوي ورح يصير الانفجار. معقولة تكون تارة؟ بجوز تنكرت وعملت حالة إنها راقصة. شواني حبيب قلبي، قلي كيفك انت وهات لشوف، قلي كيف اجيت لهون. اختي اللي جابني لهون البطل. ديب، شكرا لك ديب. حب 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 حب، كلهم هون مبسوطين مع الشخص اللي بحبوه، وانا لحالي موجوده هون. صدقني انت كبرت اغلاطك كثير معي ديب، خنتني كرمال هديك البنت اللي اسمها أروهي، انت اللي خليتني صير اكره كلمه الحب. هلا وقت اللي بننحرم من الحب القلب بيصير حقود كتير، وأنا أجيت كرمال وزع الحقد اللي جواتي على كل الموجودين، وخاصة عليك أنت يا ديب. رح أخذ بتاري ووقع بفخي أروهي. أخي؟ إيه بس؟ هاد مو عصير؟ لا، ما في شيء مهم بهالحفلة، شو بدي أعمل؟ بولين؟ أنا رح أتسلى كتير إذا بتعطي البولين. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.